أنا مصطفى عبيد، أستاذ جامعي وفنان تشريكيلي، أدرس في الجامعة اللبنانية منذ 35 عاماً، وأعطي مادة نظرية التقنية الفنية ومادة ترميم اللوحات، وفي جامعة البلاماند أعطي مادة الإتشنج والكلي موديلينج، كما أنني عضو في جمعية الفنانين اللبنانيين للرسم والنحت، وأخوض غمار التجربة الفنية التشكيلية منذ 40 عاماً. أقمت حتى الآن 17 معرضاً فردياً، بالإضافة إلى المعارض عشرات المعارض الجماعية والسيمبوزيومات في لبنان وخارجه. أما لماذا اخترت موقع وورد أرت كولكتر؟ لأنني شعرت بمصداقية تجاه اختيار الفنانين الموهوبين والفنانين المحترفين، كما لكي يبقى اسمي الفني على تواصل مع جمهور متذوقي الفن.